أسرى بك الله. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، وأيضا نتواصل معكم في هذا البرنامج ونستكمل أيضا لقاءاتنا. ومعنا في الاستديو فضيلة الشيخ علي سعود الكليب، مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة. الشيخ حياك الله معنا. حياكم الله. سلام عليكم. حياك الله. حياك الله. حبذا لو تحدثنا فضيلة الشيخ عن يعني هذه طبعا أعظم اجتماع حدث من خلال هذه المعجزة العظيمة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في تاريخ البشرية، واجتماع الأنبياء والمرسلين وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم إماما في بيت المقدس. فضيلة الشيخ علي، لو تعرف المشاهدين عن هذا الاجتماع والدروس والعبر التي يمكن أن نستقيها من هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونصلي ونسلم على خير خلقه على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا حادثة الإسراء، قبلها عاش النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات عصيبة. فقبل ذلك كان الحصار في شعب أبي طالب حتى أكلوا ورق الشجر، ثم مات عمه أبو طالب الذي كان يساعده ويدافع عنه ويصد الأعداء عنه، ثم ماتت امرأته زوجته خديجة التي كانت تناصره والتي كانت تؤازره، ففقد حبيبين ونصيرين في وقت واحد. واشتد أذى المشركين عليه واشتد البلاء عليه، فخرج إلى الطائف لعله يجد قلبا رحيما يدا حانية. والعرب سبحان الله من طبيعتهم يكرمون الضيف، وهذه المرة لأول مرة يتنكر العرب لمبادئهم، لأن شيء تعلق بعقيدتهم بشهواتهم بدينهم. سلطوا الصبيان والسفهاء والحمقى ليضربوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بالحجارة حتى سالت الدماء من قدميه. رد النبي صلى الله عليه وسلم قفل راجعا إلى مكة، وفي عودة أثناء عودته وهو يصلي جاءه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، فقال يا محمد هذا ملك الجبال يسلم عليك لتأمره بأمرك؟ قال لو أمرت لأطبقت الأخشبين، وهما جبلان محيطان بمكة، أطبقه على أهل مكة الذين فعلوا بك هكذا وحتى أخرجوك من ديارك. فقال عليه الصلاة والسلام إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ما دعا عليهم عليه الصلاة والسلام، والله قد قال له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين والعافين عن الناس. فهو طبقها عليه الصلاة والسلام، ولم يدع عليهم إلا بأن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فلذلك في قصيدة جميلة قالها أحد الشعراء في مثل هذا الموطن في العفو والصفح والتسامح مع الآخرين، وهذا أمر عظيم أن يتسامح الناس وأن يعيش الناس فيه آمن وفي عفو وفي صفح. وذاك يقول الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالله سبحانه وتعالى يعطي العفو الأجر الكثير والعظيم وأجره على الله، كما يقول القائل في هذه الأبيات كن قابل العذر واغفر زلة الناس، ولا تطع أمر شيطان ووسواسي، هل لا تذكرت يوما أنت مدركه، هل أنت ذاكر هذا اليوم أم ناسي، يوم الرحيل عن الدنيا وزينتها، يوم الفراق شديد البطس والباسي، قد أدخلوك إلى اللحد المخيف وقد ردوا التراب بأيديهم وبالفاسي، والله يبعثنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس، والناس في منتهى جوع وفي ظمأ وفي شقاء وفي هم وإفلاس، سيرسل الله أجنادا منادية هلا هيا تعالوا، هيا تعالوا لرب مطعم كاسي، هيا تعالوا إلى نور ومغفرة، هيا تعالوا لرب العرش والناس، أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس. الله صح. فعفوا أصل عليه الصلاة والسلام. نعم. عند رجوعه عليه الصلاة والسلام، هذا قبل حادثة الإسراء والشدة ضاقت الأمور عليه، دخل في جوار المطعم بن عديس. زيد بن حارثة قال له لا يمكن تدخل بهذه الصورة، قريش عرفت هذا الشيء، وبأنك قد ذهبت للطائف كأنك تؤلب الناس عليهم، ما لا تدخل بجوار أحد. فاختار أحد أهل مكة من صناديدهم اسمه مطعم بن عدي، دخل في جواره، وقف في الكعبة ومكة وقال أيها الناس
إن محمدا في جواري. قال أبو جهل أنت يعني متابع أم مجير؟ أسلمت بس مجير. قال أنا مجير. قالوا قد أجرنا من أجرت. ففي عز المحنة في هذه الملمة في المصائف في الملمات جاءت حادثة الإسراء والمعراج. إذا لاح عسر فارتج اليسر وبعده فقد قضى الله أن العسر يتبعه اليسر. لكن يجعل الله سبحانه وتعالى يقول سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولذلك إذا الإنسان ضاقت فيه الأمور كما يقول العرب القديم اشتدي أزمة تنفرج. وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب. وشعر يقول إذا تضايق أمر فانتظر فرجا فأضيق الأمر أدناه من الفرج. فإذا ضاقت الأمور فاعلم بأن فرج الله قريب. إذن لنتحدث عن يعني إمامة النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء. فأقول لك في عز المحنة والضيق والشدة جاءت الإسراء والمعراج. وكان يقال له يا محمد إذا جفاك هؤلاء السفهاء هؤلاء الحمقى فهؤلاء الأنبياء كلهم من خلفك وأنت إمامهم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتمم. كل الأنبياء صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إعلام بأنه سيد الأولين والآخرين سيد ولد آدم. وإن كانت الدنيا قد ضاقت بك فقد فتحت لك أبواب السماء كما يقول قال حتى بلغت السماء لا يطار على جناح ولا يسعى على قدمي. وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي. يقول من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة بعد أن صلى بالأنبياء أن وصل لموطئ ما وطئته قدم قبله صلى الله عليه وسلم. قال إني أسمع صريف الأقلام سدرة المنتهى. والشيء الغريب أن موسى عليه السلام هو كان مر بالأنبياء وكلهم سلموا عليه إلا موسى لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم كبقية إخوان الأنبياء سلم ورحب فلما تقدم مضى النبي بكى موسى. قال ما يبكيك؟ قال هذا الغلام الذي بعث من بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ما يدخل الجنة من أمتي. هذا اللي خلى يعني يغبط النبي على هذه الأمة المباركة. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعين لطاعته بأكرم رسل كنا أكرم الأمم. في هذا الموقف العظيم في موطئ ما وطأت قدم من قبله صلى الله عليه وسلم فرضت الصلاة. وهذا دليل على عظم مكانة الصلاة. لا شك هذا كل الفرائض والأركان كان يأتي بها جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه من الله جل وعلا ويبلغها النبي في الأرض. نعم. إلا الصلاة. نعم. تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من الله مباشرة في هذا الموطن العظيم في هذه الليلة في موطن ما وطأته قدم من قبله صلى الله عليه وسلم. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. هي الصلاة بين العبد وبين ربه. نعم. فهذه الصلاة العظيمة هي من بركات هذه الليلة. نعم. فصلاة الخمس فرضها الله في هذه الليلة. نعم. لبيان عظمها وبيان منزلتها بأن الركن الأعظم بعد الشهادتين هذه الصلاة التي تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من الله مباشرة. نعم. ما عن طريق جبريل من الله مباشرة. نعم. لبيان عظمها وبأنها أعظم الأركان وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عنها أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. نعم. هي الصلاة. نعم. كل الفرائض قد أتت. نعم. أرضية إلا الصلاة فإنها فرضت بالسماء وحيد بالسماء. نعم. نعم. طيب فضيل الشيخ علي نستذكر من خلال رحلتي الإسراء والمعراج عندما أخبر جبريل عليه السلام نبينا الكريم بقصة ماشطة بنت فرعون ومعجزات هذه القصة. ألا لنا أن نعرف فضيل الشيخ ونعرف المشاهد هذه القصة ولو باختصار؟ هذه القصة طبعا حسن الحديث صححه الحاكم وافقه الذهبي. نعم. كذلك حسن أسنده ابن كثير. ماشطة بنت فرعون وجد بها رائحة طيبة. قال هذه رائحة فسأل عنها ما هذه الرائحة في الجنة؟ قال هذه رائحة ماشطة بنت فرعون. الله. فهذه قصة في ثبات على المبدأ. لما قالت بسم الله بنت فرعون قالت بسم الله أبي؟ قالت لا إنه الله ربي سبحانه. وربك ورب أبيك هو الله سبحانه وتعالى سبحانه. فتوعدها فرعون. نعم. وأحرقها بالنار وأحرق أولادها واحد تلو الآخر. وما تراجعت ثبت على مبدأ. وهذا الله. لما يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الحوادث لبيان الثبات على المبدأ.
تعرضت لأذى في سبيل الله جل وعلا وماتت ومات أولادها في سبيل الله، فكانت الرائحة الطيبة في الجنة التي نشمها رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك عندما رأى النبي موضوع أي شيء آخر يختلف تماما، يقول رأيت لما بلغ النبي بهذه الأمور لي يعني يأخذ الناس العظة والعبرة منها، قال رأيت رجالا معهم يعني من ظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، من هؤلاء؟ قال هم الذين يغتابون الناس ويقعون يأكل لحوم الناس يقعون في أعراضهم يخمش وجهه. ورأى النبي خطباء الفتنة، ورأى كما يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فالحقيقة يعني عظات ودروس وعبر مستلهمة في كذلك في هدف عظيم أيضا الإسراء لازم ننتبه له. نعم، كما قال الله تعالى في سورة الإسراء، قال الله جل وعلا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، يعني اختبار وابتلاء، تمحيص، تصفية للصف الإسلامي اللي في ضعف وخور ولا تراجع، قال مو له الدرجة هذه يعني ارتد. أما الثابت ثبت، أبو بكر رضي الله عنه قال إن قال هذا فقد صدق وصدقه بخبر السماء يأتيه، ما صدق شمت الرحل حق المسجد الأقصى، فثبت وسمي يومها بالصديق. وحتى الكفار اللي ما يؤمن ما يؤمن، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. النبي بحياته ترى ما شاف المسجد الأقصى ولا يعود، فقال صف لنا المسجد، قال فكربت كربا شديدا ما توقعت السؤال هذا يا شام ما انتبهت لها، يقول فجلاه الله له فوصفها قطعة قطعة حجرا حجرا، قالوا هذا الصواب، لا هذا صحيح. وجاء في الطريق كانت لهم قافلة جاية، قال في قافلتكم جاية وأمامها جمل كذا وأمامها كذا وسطل بوقت الفلاني، وفعلا كما جاءت ما في قمر صناعية قبل شافها، كان وفعلا الجمل أمامها والقافلة جاءت كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لكن القلوب انتهت أم على قلوب أقفالها، لا عظة ولا عبرة. والمؤمن مؤمن زاد إيمانا، والمنحرف والكافر زاد كفرا وعنادا. حقيقة شيخ علي يعني تعرض نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم إلى مضايقات من قريش حيث أخبرهم بالإسراء والمعراج، فكيف استطاع عليه الصلاة والسلام بفضل من الله تبليغ الأمانة؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هذا أمر من الله سبحانه. النبي لازم يخبر فيها. وطبعا كانت حادثة يعني صعبة، وكما قلنا يعني في كثير منهم ارتد أسلم وترتد، والكفار رغم أنه كما يقول وصل المسجد والقافلة جاية ما وصلت لحد الآن ما وصلت، فبلغ بصفات مع زاد عناده، ومع ذلك اصر النبي وبلغ رسالة ربه. المؤمن سبحان الله زاد إيمانه، لن يثق خلاص ثقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر كما سمعت قبل قليل يقول يعني الخبر يأتيه من السماء ومن الأرض، يعني بيننا وبين المسجد 10 متر، لكن السماء يأتيه خبر قد لحظة لحظات، وصدقه ما صدقه في هذا، إن كان قد قال ذلك فقد صدق. بعدين في قضية مهمة جدا، ترى الإسراء والمعراج قبل الهجرة بسنة واحدة بس، هذه تصفية لأن المرحلة القادمة صعبة، جهاد وقتال وترك وطن وتعذيب، فأراد الله أن يصفي الصف الإسلامي المرحلة المقبلة، ما تحمل واحد مهزوز أو واحد ضعيف أو واحد فيه خور وضعف، صفهم الله تصفية لكي يكونوا مؤهلين لبناء الدولة الإسلامية بعد سنة من هذه المرحلة، تصفية تامة. وما بقي ولم يبق إلا من آمن بالله وصدق إيمانه بالله جل وعلا. شيخ علي يعني لنقف عند موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما أخبره المصطفى صلى الله عليه وسلم حول الرحلة، وهنا سمي بأبي بكر الصديق، ماذا يتمثل هذا الموقف للمؤمنين؟ هذا يبين ثبات الإيمان. نعم، لأن الإيمان تغلغل لأعماق القلوب. نعم، يعني أصبح الأمر يعني كل ما جاء عن الله وعن رسوله بلا نقاش ولا نزاع، حتى أبو بكر قالها قبل ما يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال هو اللي قال الكلام هذا، يقول الكفار قريش هو اللي قال الكلام هذا، ما سمح من النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن كان قد قال ذلك فقد صدق بدون ما يناقش، وما سمع من النبي، سمع منهم، قال إن كان قد قال ذلك فقد صدق. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم ما نسى هذا الموقف، قال وذاك سمي ابن يومها بالصديق، بالصديق من ذاك اليوم. إن كان بدون مناقشة إن كان قد قال ذلك فقد صدق، ولك تغلغل الإيمان إلى أعماق قلبه. وجميع المؤمنين الصادقين مع مسلس بكر بل مثال أعلى هذا، ولا في جميع المؤمنين الصادقين في هذا اليوم العصيب وقفوا إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوه وآمنوا به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي هذا أبي بكر، قال عن بكر قال ما من أحد له يد عندنا إلا كفأناه بها، كل مد معروف أكافأته، ما خلا أبا بكر
فإن له يدا عند الله يكافئها به يوم القيامة. كل واحد قدم معروف كافه النبي إلا أبو بكر حاله على الله يكافئه بنفسه. شيخ علي أيضا يسعدنا أيضا عندنا اتصال هاتفي أن يكون معنا الدكتور أستاذ الدكتور طارق الحبيب ليحدثنا عن الحالة النفسية للنبي عليه الصلاة والسلام في رحلتي الإسراء والمعراج. السلام عليكم فضيلة الدكتور. السلام ورحمة الله. مساء الخير لك. مساء الخير لشيخنا حياك الله طال عمرك فاضل النبيل ولكل الأمة الإسلامية في مثل هذا اليوم. حياك الله دكتور. يعني يا ريت يعني في يعني ناخذ الحالة النفسية ونتحدث عن الحالة النفسية للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة العظيمة. أنا إذا تسمح أختلف معك في مصطلح الحالة النفسية للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا قبلت الخلاف عن سيدنا في هذا الحوار، فأنا أقول أن الحالة الشعورية للنبي صلى الله عليه وسلم وقتها والجو الإيماني الذي كان يعيشه الصحابة في تلك الفترة أنه في لحظات الصعاب، ومع ذلك يأتي خبر الإسراء والمعراج مما لا يمكن أن يتخيله بشر في وقت الحاضر. حينما تأتي الاكتشافات الإلكترونية يقف الجيل الذي سبقنا غير مصدق لها، فكيف بإنسان بشر طبيعي أمام الناس يرونه قد ماذا يقول أسري بي وذهب بي إلى المعراج. حالة الصديقية التي عاشها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذه الحالة مثل الخاتم على تلك العلاقة من الصداقة حتى جاءت نصب الصديقية فطبعت تلك العلاقة. في محطات الرحلة في الدعوات هناك مراجعات، هذه المراجعات تأتي أحيانا على شكل مصيبة، وأحيانا تأتي على شكل فرحة، وأحيانا تأتي على شكل موقف غريب لم يعتاده الناس. ولذلك الإنسان السائر في الطريق إلى الله قد يمر بمحطات متنوعة، كان لزاما عليه أن يكون مهيئا للمحطات المتنوعة. سيدي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وجمهور الصحابة كانوا يعيشون ذلك التهيؤ، ولذلك حينما قيل لأبي بكر تلك المقولة قال إن كان قالها فقد صدق، ليس في نفسه شك وإنما في نفسه شيء من الإيمان، بل كبير من الإيمان عنده. لكن هناك شيء آخر، الصداقة التي قامت على الإيمان بالمبادئ فضلا عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فضلا عن الإيمان بذلك الشخص، بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، فتشكلت تلك العلاقة. الذي أوجزه حتى لا أطيل في مثل هذا المقام أن المحن التي تأتي المؤمن والمنح التي تأتي المؤمن كلها في كفة واحدة، والاختبارات فتتشكل منها جاءت قضية الإسراء والمعراج. بارك الله فيك فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ البروفيسور طارق الحبيبي على الحقيقة على هذه المداخلة التي أسعدتنا من خلال وجودك معنا للحديث عن الحالة الشعورية للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة العظيمة. شكرا لك. شكرا. شيخ علي، يعني بعد هذه المكالمة والمداخلة الرائعة من فضيلة الأستاذ الدكتور طارق الحبيب، نعود مرة أخرى للحديث عن هذه الحادثة، حيث يعد العام الذي حدث به الإسراء والمعراج هو العاشر من البعثة، وفيه توفيت زوجته الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة رضي الله عنها، وكذلك عمه أبو طالب. كما في نفس العام خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف يلتمس هداية أهلها ونصرتهم كما تفضلت. يعني فهذه جاءت يمكن أيضا تسرية عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ما حدث له قبل الحادثة. فعلا هو العام اللي حدث فيه هذا صعب، كان عام شديد. يعني فقد الدصير، فقد الحبيب، وسالت الدماء من قدميه، وتعرض لمأساة كبيرة، فمن عمق المأساة جاء الفرج. الله كما يقول في قصيدة 4-5 أبيات سأذكرها لإخوان المشاهدين، في الحقيقة تبين بأن فرج الله قريب. فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك المسرة بالعشي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، ولا تجزع إذا ما ناب خطب فكم لله من لطف خفي. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم في عز المحنة جاءه الفرج. فرأى أي فرج؟ للسماوات العلى، ويرى الجنة، وراء الملائكة، وراء التهنئة، وراء الترحيب، وصلى بالصحابة، وصلى بالأنبياء كلهم وراء خلفه صلى الله عليه وسلم وهو إمامهم في عز المأساة.
في عز المحنة. لذلك يعني هذه يعني حادثة عظيمة، ولذلك يعني المسلم يستفيد منها فائدة بأن فرج الله قريب سبحانه، وإذا اشتد الكرب عرف أن فرج الله قريب. نعم. كما يقول النبي لابن عباس رضي الله عنهما، يقول واعلم أن النصر مع الصبر. أول شيء يقول واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا أخواني بشرى لكل إنسان مهموم، لكل إنسان في ضيق، لكل إنسان مريض، لا إذا الأمور شدت فاعلم بأن فرج قريب سبحان الله، فرج قريب. لا تشكون لغير ربك شدة فهو الرحيم وغيره لا يرحم، وإذا شكوت إلى العباد فإنما تشكر الرحيم الذي لا يرحم. والثاني يقول رب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. فإذا اشتد الكرب فأبشروا بخير. كل شكر والتقدير لك فضيلة الشيخ، ويعني الحقيقة اتحفتنا بهذه الأبيات الجميلة وهذه العبارات الرائعة. نشكرك على وجودك ويانا، شكرا لك. مرحبا، حياكم الله، الساعة مباركة، وأسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. آمين.